يبقى بقى نروح خلاص، لانه انا الحقيقه برضو كنت اتمنى ان انا اسمع ان الناس بتبارك للنادي الاهلي على اداء لسه. اصل خلي بالك برضو، ما هو هناك البعض يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي برضو في المباراه النهائيه. طب يا جماعه، هو على فكره الترجي ده واحد من اهم واعظم الفرق، مهما طبعًا كان ظروفه، طبعًا مهما كان اموره، طبعًا مهما كان استقالات كابتن نبيل معلول استقال وعمل وبتاع، ولكن في النهايه يظل الترجي واحد من العظماء في افريقيا. وبالتالي ما بتعرفش كره القدم يا كابتن خالد، انا طبعًا شخصيا وطبعا يعني مش حضرتك استاذنا مضمونة، في هذا الامر. لا مش مضمونة. المباراة اللي جاية صعبة ومش هتخلص غير مع صفارة الحكم. وأنا عارف إن النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي لا وصلوا لمرحلة من الخبرة بشكل كويس جدا، بيقدروا يفصلوا وبيقدروا يقيموا الأمور صح. يعني هم هيقيموا الماتش اللي جاي في صورته الطبيعية، وطبعا مستر كولر والجهاز الفني والجهاز ايه صورته الإداري الطبيعية يا كابتن؟ صورته الطبيعية. معلش أنا يمكن كلامي هيبقى مختلف عن، بس أنا اتفضل. لا لا، هيبقى قول اللي بدري، حضرتك عايزه. أنا كان نفسي أقول الكلام ده مثلا يوم الأربعاء ولا حاجة، بس مفيش هيبقى مشكلة. بدري. التعامل مع الماتش اللي جاي ازاي؟ انا مثلا ساعات لما بسمع مثلا الناس بتتكلم في برامج او بتاع، لسه من يومين يقول لك النادي الاهلي ينزل يضغط ويلعب. يعني ليه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي لان دي شغلتي طبعا طبعا واشتغلنا القصص دي اللي تحسه طول انت عمرك. المفروض مش اي حد يحسه. حقيقي. انا بقى بحس المدير الفني اتعامل ازاي مع الماتش اللي جاي. انا ما عنديش ليه اتسربع، انا كسبان 3-0 وعايز اكسب الماتش. طب هو انا اللي اتسربع ولا الترجي اللي يتسربع؟ المفروض ترجي. الترجي هيتسربع، يبقى انا اساسي ان انا ادافع كويس جدا ويبقى في تركيز على الهجمات المرتده، لان لو عملنا الكلام ده كل هجمه هنجيبها جول، لان هتلاقي المساحات وهتلاقي لا اما الترجي لا اما يلعبوا بسيناريوهين، لا اما يبقى خايف عشان ما يتغلبش ويبقى شكله مش كويس فهيتحفظ في اللعب، أو عايز يعوض و3-0 كتير فهيجي يهاجم يندفع. عليك، هيندفع في الهجوم، هيبقى فيه مساحات. أنت إزاي بقى تصطاده في الحتة دي؟ إزاي بس أساسي إن أنا أدافع كويس جدا، وإزاي الهجمات المرتدة اللي أنا كنت لسه بكلمك فيها اللي عملناها الماتش اللي فات بشكل كويس جدا، زي الهدف الثالث اللي إحنا جبناه. مش ممكن العكس، نفاجأ بأن الترجي، خلي بالك الترجي يعتبر معين المدير او المدرب العام كمدير فني مجدي مؤقت، تراوري، مجدي تراوري تراوي، لغايه لما يشوفوا المدرب اللي تمام، هيبقى موجود. ما عندهمش حاجة يبكوا عليها ولا هو. بس هو يعني يقول لك ايه، انا اروح العب الماتش ده اقفل، هو يعمل العكس، يعني يقول لك ايه، انا اقفل واستنى اشوف الاهلي هيعمل ايه. هنستنى شوية براحتنا، يعني مش مستعجلين. حقيقي. واحنا مش الفترة النادي اللي الاهلي جاية، مش مستعجل. لا مش مستعجلين. نستعجل ليه؟ اوكي. ويعني يبقى الماتش، لا مش احنا اللي نستعجل، مش احنا اللي اعصابنا يعني بايظة. حضرتك عايز، انا عايز يعني سوري في الكلمة، يعني قول بلغة قول يا كابتن. الكورة عايز اصطاده. عارف ازاي تعالى اصطاده؟ تعالى تعالى اهاجم يا انا عم، انا ما اتفضل، انا انا واقف مش عايز انا اهاجم. كسبان 3-0 وامسك الكورة واحتفظ بالكورة وانقل الكورة زي ما عملناها هناك. صحيح. عملناها بشكل هايل حقيقي. محترم جدا جدا، بس عملناها كسبنا حاجتين، ان انت مستحوذ على الكوره وان انت في يعني بتدافع الكوره معاك فمش هيجي فيك جوان. اوكي. ولكن لما نستحوذ وما نبقاش مستعجلين تمام، نمره واحد هتضمن ما فيش احتكاكات، ما فيش حد هيتعور. حقيقي. انت تشوفه هو، خليه هو يجي لك، خليه هو يجي وبعدين عشان نصطاده بعد كده. لان انت دلوقتي نوعيه اللعيبه اللي عندنا بالذات الثلاثه الفراوده عندهم سرعات، سواء حسين الشحات، سواء كهربا، سواء بيرسي تاو، احمد عبد القادر، شريف كل حتى. الكلام، محمد شريف، كلهم عندهم سرعات. انت بباصه اتنين بتوصل لمرمى الفريق المنافس. فاحنا الماتش اللي جاي وجهة احنا مش نظر، متسربعين. وجهة نظر دي وجهه نظري جميلة في برضو. التعامل. انا ايه اللي يخليني انزل واضغط عشان انا كده كده هكسب؟ مش معنى كده ان انا مش هكسب، لا انا كده كده هكسب، بس هكسب بالعقل. بفكري بالعقل بالظبط كده. زائد ان احنا عندنا بعد كده في 3 ماتشات في الدوري ورا بعض، مش كده؟ صحيح بعد الماتش ده. صحيح. فيعني هي الامور، انا متهيألي السيناريو اللي انا بتكلم فيه ده ممكن ان احنا نشوفه.